أستاذ صراحة أحب في البداية أشكركم على هذا التنظيم الرائع، أشكر أمانة العاصمة على الاهتمام بلعبة كرة الطائرة اللي حقيقة أنا من عشاق هذه اللعبة ونعشق كل من نظم واهتم بهذه اللعبة، أقدم لهم الشكر وعلى هذا الختام الرائع حقيقة. والله شوف حقيقة أنا لاحظ في الخمس سنوات الأخيرة مكة أتميزت في بطولات تنظمها في رمضان عن طريق الشركات والأحياء، كانت في السابق في جدة حقيقة، الآن مكة سبقتها وتذهب بالنسبة لهذه البطولات على مستوى رائع جدا ومستوى عالي فنيا، خمسة أشواط نهائي جدا ممتاز يدل على قوة البطولة، قوة فرق المشاركة في هذه البطولة، كوكبة من النجوم أندية الغربية الاتحاد والأهلي ومن أندية الطائف لعبة منتخب مملكة، هذا الجو اللي يلم ويجمع جميع اللاعبين أدى إلى تنافس قوي إلى نهائي جدا كان ممتع حقيقة. الفنيات والمهارات اللي شاهدناها في المباراة الختامية هذا الشيء صراحة كان ممتاز، شاهدناه في الصالات الرياضية وفي الدوري السعودي، الآن نشاهدها في الأحياء وهذا الشيء رائع حقيقة. نشكر أمانة العاصمة على هذا التنظيم ونتمنى إنه السنوات القادمة يكون في تنظيم أكثر من هذا، وصراحة أنا بحقيقة في نادي الوحدة بحكم إني مدير فني وإداري حضطر أو إنه لابد إني أشارك عند الناشئين والشباب في هذا. والله حقيقة نشوف أنا ما حصلت لي فرصة الموسم الماضي إني أكون موجود هنا، كنت في مهمة عالمية في التعليق، والسنة هذه وجهوا لي دعوة وتشرفت حقيقة إني أكون متواجد مع الزملاء في هذه البطولة، نهاية جدا رائعة حقيقة. أنا حضرت نهايات كثير، كنت أنظم بطولات على مستوى شوارع وحواري وكده لكن زي هذا النهائي بكل أمانة يعني مو مجاملة، أنا ما أشوف زي هذا النهائي من ناحية التنظيم، من ناحية الحضور الجماهيري، من ناحية حضور اللاعبين على مستوى عالي، يعني مشاركين ما شاء الله تبارك الله لعيبة منتخب السعودي، لعيبة النادي الأهلي، الوحدة، الاتحاد، أبرز لعيبة كرة الطائرة متواجدين من جدة ومكة، يعني هذه حاجة والله تنعكس بشكل إيجابي على اللجنة المنظمة وكل المسؤولين على هذه البطولة. حياكم الله وإحنا سعيدين فيكم أستاذي الفاضل، وبالذات ما شاء الله معك أنت كمعلق حقيقي، يعني أول مرة أسمع صوتك بس ما شاء الله، يعني الله يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله يزيدك من فضله. بالنسبة لترتيباتنا في أمانة العاصمة المقدسة، إحنا طبعا فعلا هذا العام الثاني على التوالي رتبنا مسابقة لكرة الطائرة، وأيضا كما تسمع الآن في للسنة الأولى تنظيم لدوري خاص بكرة القدم. الحقيقة طبعا يعني اللهم لك الحمد، يعني يمكن الكل اللي حضر لمس مدى الاختلاف بين العام الماضي والعام الحالي، مع العلم أنه العام الماضي كان ناجح بكل المقاييس حسب ما وصلنا، حقيقة ما كنت موجود، لكن العام الحالي الحقيقة كلهم بيتكلموا بيتشكروا من التنظيم وأيضا من الفرق المشاركة في هذه الدورة، والحمد لله يعني نحمد الله أنه يعني يمكن لمسنا النجاح على وجيه اللعيبة اللي حضروا في المباراة النهائية وفي المباريات السابقة، الحمد لله يعني كان نجاح الكل ذكر يعني كيف كانت البطولة من بدايتها، من بداية طبعا ما ابتدت أعتقد لها الآن حوالي 20 يوم إلى اليوم، اللهم لك الحمد لك الشكر، تنظيم رائع، الفرق كانت رائعة، المشاركة، التحكيم كان رائع، التعليق أيضا طبعا ما يحتاج، يعني إحنا شهادتنا مجروحة فيك يعني الحمد لله بفضل الله، يعني نقول إن شاء الله إنه يعني نطمح لأنه نعمل حاجات للعام القادم تكون أفضل ومختلفة عن ما قدمنا هذه السنة، وإن شاء الله إنه يعني الطبيعي إنه كل إنسان يطمح. أنا وجدت كثير من الحضور قالوا لي إن شاء الله نبغى تطوير، وما في شك إحنا كإدارة بنعمل جاهدين على تطوير برامجنا الاجتماعية، إحنا ليست تنظيم لمسؤولي الأمانة فقط، لا إحنا شغالين على تنظيم برامج تخص المجتمع المكي وحتى الزوار اللي بيجوا لمكة المكرمة، حقيقة في برامج تخصهم سواء برامج ترفيهية، برامج اجتماعية، برامج ثقافية،
نعمل جاهدين إن شاء الله على أنه كل سنة نقدم ما هو مطور ويعني يدخل البهجة والسرور في قلب الحاضر، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. كل سنة طيبين. بالعكس ما شاء الله تبارك الله، نهائي ممتع كان بين فريق المجد وفريق البلد الأمين. أنا حضرت البطولة اللي فاتت وكان النهائي ممتع، والحمد لله يعني تعنيت أن أكون متواجد هنا عشان أستمتع في النهاية ذا كرة الطائرة اللي يمكن ما بنشوفها إلا طبعا في الأندية عندنا. تستمتع أنك أنت تشوف مباراة فيها نخبة من لعيبة المنطقة الغربية، المنتخب، النادي الأهلي، نادي الاتحاد، نادي الوحدة، ما شاء الله تبارك الله. يعني مباراة كانت في قمتها، حتى الدليل على أنها انتهت 3-2، يعني مش حتى 3-0 أو 3-1. والله موش أنا إيش أقول لك الأندية، لأنه طبعا أنت عارف سبب رئيسي طبعا هو أنه ما شاء الله تبارك الله أغلب الأبناء والأهالي مهتمين في كرة القدم، فما بتلاقي يعني استمتاع في كرة الطائرة لهذا السبب بس. وغير كذا طبعا اهتمامات بعض الأندية طبعا في كرة القدم وتجاهلها للألعاب المختلفة هي اللي خلت يعني مستوى الفكر في كرة الطائرة من العالم تهتم فيه.